أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا، وحلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. لقد أرسل الخالق تبارك وتعالى تشريعات ودساتير سماوية تتمثل في التوراة والإنجيل والقرآن، ومع ذلك اقتضت حكمته أن يترك لخلقه المساحة التي تسمح لهم بإدارة شؤون حياتهم. وقد ميز الإنسان بالعقل وجعله مخير وليس مسير. أعزائي المشاهدين، تعالوا معا نتدبر موقف نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة فرأى أهلها يلقحون النخيل، فسأل عن ذلك فقالوا: نلقح النخيل حتى يأتينا بثمار طيب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يغني شيئا. فتركوا النخيل، فتركوا التلقيح، فأتى النخيل وقتها بثمر شيصة، أي ثمر فاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا إلى ما كنتم عليه فأنتم أعلم بأمور دنياكم. نفهم من كده أعزائي المشاهدين أن هناك تشريعات سماوية، كذلك أيضا هناك تشريعات وضعية، أي من صنع الإنسان. هذه التشريعات أو القوانين من شأنها إدارة شؤون الناس وتنظيم حياتهم. موضوع حلقتنا النهاردة هيدور حول بعض القوانين الوضعية، هنناقش بعض قوانين الأحوال الشخصية اللي بتؤثر على ملايين الأشخاص، ويمكن أن يمتد هذا التأثير لمدى الحياة مع القيمة والقامة القانونية الكبيرة. مع المستشار مجدي حلمي، المحامي بالنقد والإدارية العليا، اللي مشرفني ومنور النهاردة. أهلا بك مستشار. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بالبرنامج بتاعك، وأشكرك وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج ليرى النور. واسمح لي لو قلت لك أن أنا في البداية ترددت ان انا اعمل الحلقه دي، لكن بعد ما سالت اصدقائي وقالوا لي: ازاي يا مجدي بنكمل بعض، ده حلقتين خربوا الدنيا واحنا كلنا بننتظرها على لهفه وشوق. انا بعتذر لك حبيب قلبي ان انا ترددت في البدايه، لكن كل اصحابي قالوا لي حلقتين اصبحنا مدمنين ليها، ونشكركم ان كنتوا تستمروا فيها على ده. شرف لي يا معالي المستشار. النهارده عندنا موضوعات كتير جدا، لكن يعني اسمح لي في البدايه ابدا مع حضرتك بموضوع الرؤيه. حضرتك تكلمنا عن شروط تنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وريت نوضح للمشاهد الكريم ما هي إجراءات تنفيذ حكم الرؤية للمطلقين. ماشي حاضر. قبل ما أجاوب على حضرتك، احنا قعدنا مع بعضينا بره وانت عطيتني الأسئلة، والأسئلة دي بتشمل منهج سنة بحالها في كلية الحقوق. نعم. تاني حقوق كلها الأسئلة اللي عطتهاني دي بتدرس في منهج سنه تانية. نعم. احنا هنلم بقى كل الاسئله دي. وقدرت تضحك عليا وتخليني اجاوب عليها بحلقه واحده بس 50 دقيقه. اتفضل يا فندم. خلاص. بالنسبه لرؤيه، لو احنا شفنا الماده الثانيه، الماده 20 من القانون 25 لسنه 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 85. نعم. الفقره الثانيه من الماده 100 من الماده 20 بتقول ايه؟ ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. نعم. عند عدم وجود الأبوين. تمام. وأنا من على منبر الصحة والجمال ومن برنامج بتاع حضرتك بأناشد المشرع إن هو يعدل نص المادة 20. إيه الضرر لما يقول وللأبوين وللأجداد؟ نعم. ليه خلى الرؤية للأبوين وحاش الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين؟ فلو رحنا التشريعات مقارنة زي المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية، ومفروض دلوقتي الزوجة الأم الحاضنة، بعد كده الأم اللي هي أم الأم، الجدة مش الجد، أم الأم، وبعد كده أم الأب. بالنسبة لترتيب الحضانة. نعم. لكن من لهم حق الرؤية الأبوين. نعم. والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين. نعم. لو شفنا تشريعات تاني زي مثلا المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي بيقول لك للأبوين والأجداد. نعم. رؤية الصغار. أنا بنشد المشرع إن يخلي الرؤية للأبوين والأجداد مع بعضهم. مفيش. نعم. ما يمنع إن يخلي زمن الرؤية المحدد اللي هنتكلم عنه بعدين يكون الابوين والاجداد مع بعضهم. نعم. طيب لو جينا بقى نتكلم عن اجراءات تنفيذ حكم الرؤيه بيتم ازاي؟ هو الاصل في الرؤيه ان بتكون اتفاقا بين الزوج والزوجه.
نعم. المشرع في الفقرة الثانية من المادة 120 بيقول: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، اللي هو الأصل، نعم، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا. نعم. ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنظره القاضي، فإذا تكرر منه ذلك للقاضي بحكم واجب النفاذ إن هو يحوش الحضانة عن الممتنع. من حق الزوج كده ان هو يقوم برفع دعوى اسقاط الحضانه عن الام في هذه الحاله اللي هي حاله الامتناع. برافو. طيب محمد، ممتاز. نتكلم ممتاز بقى دلوقتي عن تفاصيل سن الحضانه في قانون الاحوال الشخصيه الجديد، وامتى يكون للطفل حق الاختيار في المعيشه بين الاب والام. طب استاذنك في حته بسيطه للرؤيه بس، ارجع لها بعد اذن حضرتك. تحت امرك، اتفضل. ماشي، اشكرك. اولا، لا يكلف من بيده الطفل ان هو ينتقل بالطفل لمكان، نعم، اللي صادر لصالحه وحكم الرؤية. نعم. ولكن اللي صادر لصالحه وحكم الرؤية هو اللي ينتقل ويشوف الطفل في المكان اللي فيه الحاضنة. تمام، نقطة كويسة أوي. دواء. نعم. اتفاقا، فما فيش ما يمنع ان الام تنتقل بالطفل لمقر ابوه. مثلا اب عاجز مقطور الرجل، نعم، في عاهة مستديمة، في اي مرض ومش قادر ينتقل يشوف الطفل في مكان اقامة الحاضنة. نعم. من حق الست اللي هي أم الطفل إن تتنازل عن هذا الحق وتنتقل الطفل وتروح له لمقر إقامة، نعم، الوالد. ولكن إذا كان في هذا الانتقال ضرر بالصغير يمنع القاضي الانتقال. تمام. طيب الأماكن اللي كلمة لا يضر بالصغير أو الصغيرة، مع تواتر التشريعات صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 اللي، نعم، هو بيعدل بعد إجراءات التقاضي في قانون الأحوال الشخصية، ونص في المادة 65 منه إن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات تكون واجبة النفاذ بقوة القانون. نعم. والمادة 66 قالت، بس في حته هنا مهمه عشان المستمعين ما يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات بضم وحفظ وتسليم الصغير جبرا. نعم. ضم وحفظ وتسليم. تمام. والماده 67 قالت ان يحدد بقرار من وزير العدل الاماكن اللي يشوف فيها الرؤيه، وفعلا قرار وزير العدل رقم 1087/2000 حدد بعض اماكن زي النوادي ومركز الشباب مركز الامومه والطفوله وزي، نعم، الحدائق. نعم. انت سالتني سؤال مهم جدا، اجراءات تنفيذ حكم الرؤيه بيتم ازاي بقى؟ بيتم ازاي؟ نعم. بيتم في المكان وفي الوقت اللي صدر به الحكم. يعني الحكم مثلا قال لي تمكين الاب من رؤيه الطفل كل يوم جمعه من الساعه، اولا القانون قال لك من 9 صباحا، نعم، حتى 7 مساء. بس في، نعم، الفتره دي، ويستحسن ان يكون في عطله رسميه. خلاص، انا صدر حكم لسين من الناس برؤيه طفله في مقر الامومه والطفوله. نعم. راح يشوف الطفل، مامته ما جابتهوش. القرار بتاع وزير العدل اعطى الحق ان الصادر لصالحه الحكم يطلب من القائم على النادي ده او على مقر الامومه والطفوله ان يعمل مذكره ان الام ما جابتش الطفل في الميعاد، يعمل محضر اثبات حاله في اخد انا برافو يا استاذ محمد. نعم. انت محب ولا امتياز؟ اخد انا المذكره دي اروح بها اسم الشرطه اعمل محضر اثبات حاله. نعم. اطلع على المحكمه تجيب الام، انا بعذرك انذار، المره الجايه هسقط عنك الحضانه. نعم. المره الجايه تكررت وتغيبت بدون عذر، نعم، بيسقط عنها الحضانه فتره زمنيه وبتنتقل للمرحله اللي بعديها اللي هي ام الام، حق الحضانه اللي هي ام الام. نعم. لو هنتكلم بقى عن سن الحضانه في قانون الاحوال الشخصيه، ماشي. الماده 20 فقره اولى من قانون الاحوال الشخصيه بتقول تنتهي حق الحضانه ببلوغ، نعم، الصغير او الصغيره 15 عاما، ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذه العمر او السن من البقاء في يد الحاضنه بدون أجرة حضانة. بدون أجرة حضانة، مش بدون نفقات. نعم. بدون أجرة حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير 21 عاما وحتى تتزوج الصغير الفتاة. طيب لو جينا بقى نتكلم عن العقوبة القانونية في حال رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية، أو بمعنى آخر لو الزوجة أخذت انفصلت عن زوجها
واخدت الاطفال سافرت بيهم محافظه ثانيه مكان ثاني وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤيه، راي القانون في هذا الموضوع؟ سقوط الحضانه على طول، تسقط حضانتها. نعم تسقط حضانتها لانها عدم تنفيذ حكم، وبنص الفقره الثانيه من الماده 20 يعذرها القاضي. نعم. وتسقط حضانتها. طيب في حاله عدم تنفيذ حكم رؤيه الابناء من قبل الام الحاضنه، هل يجوز للاب رفع دعوه بالتعويض عن عدم عن عدم رؤيه الابناء؟ ده سؤال جامع بين المدني وبين الاحوال. خلاص احنا عندنا الماده 163 من القانون المدني. نعم. بتقول كل من اخطا وترتب على خطئه ضررا للغير يلتزم بتعويض هذا الضرر. يعني التعويض لازم ليه ثلاث اركان: خطا، ضرر، علاقه سببيه. نعم. الخطا ان هي ما نفذتش حكم صادر لصالحهم برؤيه طفلي. هنا على الزوج لو حب يرفع دعوى تعويض على الزوجه بسبب عدم تنفيذ حكم الرؤيه. نعم. لازم يثبت الضرر اللي اصابه قدام القاضي. بمعنى يقول ان انا اصابني ضرر لوعه وقاسه، وان انا ما شفتش ابني وانقطاعي بيه، وممكن الابن ينشا مش عارفني. نعم. هنا القاضي يديله تعويض بخلاف الجزئ المقرر قانونا وهو سقوط حقها في الحضانه فتره. طيب. يحددها القاضي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن موضوع الرؤيه، هنخرج فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع المستشار مجدي حلمي باقي مواضيع الحلقه بعد الفاصل، انتظرونا. ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في حديثنا الشيق والهام مع سياده المستشار مجدي حلمي. تحدثنا عن موضوع الرؤيه، هننتقل الى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحضانة. المادة 20 من القانون قالت إن الحضانة بتقول للأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الزوج في المرحلة الرابعة. في حالة زواج الأم بعد الانفصال، هل تسقط عنها الحضانة؟ يا فندم تسقط عنها الحضانة. ليه؟ إذا كانت الحضانة هي القيام نعم بتربية الصغير والاهتمام به وحمايته عما يؤذيه او يضره. فمن ضمن اسباب سقوط الحضانه هي زواج الام باجنبي. ليه؟ لان ممكن زوج الام يضر الطفل. الاجنبي ده اللي هو زوج غير الاب، غير عشان برضو المشاهد ايه يكون معانا. فممكن يعمل يعني ضرر للطفل بنظرات، بان يكون شحيح، بضرب، باي حاجه. والعبره في الموضوع كله مصلحه الصغير. نعم، هو الحقيقه يعني الصغير دوت او الابن او الابناء هم المصدومين في الموضوع كله. هو مصلحه طيب الصغير. في حال زواج الام زواج عرفي. بالقياس بالعكس ده تبقى المصيبه مصيبتين. الزواج العرفي، امال الزواج الشرعي اهو، لكن الزواج العرفي هتبقى الكارثه اكتر، لان بالقياس على سبب سقوط الحضانه من الحاضنه بالزواج الاجنبي. نعم. هو نعم. هو السبب قائم في الزواج العرفي. طيب في حال بقى مرض الام مرض مزمن او مرض معدي او مرض من خلاله لا تستطيع يعني ان هي تتحمل او تتولى مسؤوليه الاطفال، هل ايضا تسقط الحضانه في هذه الحاله؟ لان هنا هو اذا كان من ضمن شروط اسقاط الحضانه مثلا زواج الام من اجنبي او صدور حكم على الام بعقوبه وخاصه تكون مخله بالشرف والاعتبار. نعم. ده كله عشان خاطر حمايه الصغير. نعم. اما اذا الام اصيبت بمرض يمنعها وقدرتها على حمايه الصغير. نعم. فبرضه مصلحه الصغير مقدمه. نعم. مصلحه الصغير مقدمه. طيب في برضه سؤال اخر، اذا سقطت الحضانه من على الام وذهبت الى ام الام اللي هي الجده ام الام، وفي حال زواج ام الام باجنبي او بغير جد الابناء، هل في هذه الحاله تسقط ايضا الحضانه عن ام الام؟ ماشي، برضو السؤال ده بينم عن عقليه قانونيه، لان في اراء فقهاء كتير قوي في الموضوع دوت. نعم. لكن ما توترت عليه احكام محكمه القضاء، وطبقا للشريعه القياس. نعم. لان الجد لام يعتبر بمثابه اب وهيكون حنين. احنا عندنا بنقول ايه؟ اغلى من الولد ولد الولد. نعم. اغلى من الولد ولد الولد. برضو في حال زواج الجده لام باجنبي لا يجوز لها ان تكون حاضنه للصغير. فتسقط الحضانه. أجنبي. تسقط الحضانه وتذهب الى الجده لاب. بالظبط كده. طيب الجده لاب. احنا معانا مداخله يا جماعه. مين؟ استاذ عبد المولى من البحيرة، اهلا بيك يا فندم.
اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. انا في البدايه حابب اقول لحضرتك والله احنا مستمتعين جدا ببرنامجك الجميل. شكر جدا. واذا كانت يعني الملكات والامكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى حابة حضرتك بيها، بلا شك انها فتحت لي قنوات اتصال روحي ويعني مشاعري بمشاهديك ومتابعين برنامجك. ربنا يخليك يا فندم. يعني والجميع الحقيقه، مش انا بس، الجميع بيتنبا لحضرتك بمستقبل باهر والله على الساحه الاعلاميه لمصرنا الحبيبه. شكر جدا يا فندم، ربنا يخليك. اما اذا كنت يعني اذا اردنا الحديث عن ضيف حضرتك الكريم المستشار الجليل مجدي حلمي. نعم، شكرا جدا يا فندم، اشكرك جدا. انا شايف صراحه ان احنا اولى، من باب اولى، نفسح الطريق لقضايا وموضوعات وملفات اللي الاستاذ حلمي اللي اتناقش فيها او اترافع فيها قبل كده في الفتره الاخيره، ده من باب اولى. ولكن انا بصراحه والحقيقه بيشدني كتير الجانب الانساني في شخصيه سيادته سياده المستشار. نعم. نعم. وده ظهر لنا جليا في استعداده لتبني القضيه اللي تابعناها في الفتره الاخيره، استاذ مدحت ويلسون. نعم. قضيه الاستاذ مدحت ويلسون والله. نعم. الحقيقه يعني. نعم. طيب ما قلتلناش بقى رايك في موضوع حلقه النهارده. نتكلم النهارده عن قانون الاحوال الشخصيه. والله اذا كنا بنتكلم في قانون الاحوال الشخصيه فلا يفتى وملك في المدينه، معاك قامه قانونيه كبيره. طبعا. لكن اذا قلنا راينا الشخصي، فانا شايف ان المشاكل اللي تعرضت لها الاسره في الفتره الاخيره، وخصوصا ان احنا شايفين المحاكم مكتظه بالقضايا دي، بترجع. نعم. لسببين من وجهه نظري. السبب الاول هو دور اعمده الاسره، واقصد باعمده الاسره الاب والام. نعم. للزوج والزوجة، كانوا في الفترة الأخيرة أو في الماضي دايما بيتدخلوا بالنصيحة والتوجيه، وخصوصا أن لهم الخبرات في المجتمع والخبرات الحياتية اللي تسمح لهم بكده. نعم. مش عارف ليه للأسف الشديد تلاشى هذا الدور للأب والأم بالنسبة للزوج والزوجة اللي لسه داخلين حياتهم مجددا، مما سمح يعني تباعد وجهات النظر بين الزوج والزوجة، وادى في الاخر للاسف الشديد للمشاكل اللي احنا شايفينها في المجتمع دلوقتي. نعم. يعني ده اولا. السبب الثاني، انا شايف ان غياب النيه الصادقه بالنسبه للمصلح او اللي هو الوسيط اللي داخل في الاصلاح بين الزوج والزوجه، ده حاجه في الفتره الاخيره كانت ظاهره جدا. ويمكن انا بتذكر حاجه لسيدنا عمر بن الخطاب، كان لما بيبعت حد يصلح زوج وزوجه. نعم. ويرجع بدون نتيجه ايجابيه، كان بيبرحه ضربا، يعني بيضربه ضرب شديد. فتعليقه على هذا الفعل ان يقول ربنا سبحانه وتعالى قال: وان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. انت نعم. رجعت من غير نتيجه ليه؟ وربنا قال يبقى انت نيتك غير صادقه. تمام؟ نعم. فانا شايف ان احنا في الايام اللي احنا فيها غياب النيه الصادقه عامل رئيسي في المشاكل اللي احنا بنشوفها، ومعذره للاطاله اذا كنت اطلت على حضرتك او خدت. نعم. من وقت البرنامج ازيد من اللي انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا الاستاذ عبد المولى ابو شادي، كنت معنا على الهاتف. رايح حضرتك استشار في كلام الاستاذ عبد المولى. ممكن تلاقي حصولي لان تمحت كتير. هو اتكلم عن موضوع الرؤيه، واتكلم عن النيه في من قبل الجانبين الاب والام، في لان احنا زي ما بنشوف او احنا عارفين طبعا، بعد الموضوع ما بيخش المحكمه بيبقى فيه تعنت وفي عند وفي مشاكل كتير قوي. احنا اتكلمنا عن موضوع الرؤيه والحضانه، هننتقل لجزئيه اخرى وهي موضوع النفقه. عايزين نعرف من حضرتك انواع النفقه المستحقه للزوجه والابناء. والشق الثاني من السؤال هو ازاي بيتم تحديد النفقه. ماشي. السؤال بتاع حضرتك ثلاث أسئلة مع بعضيهم، وحضرتك جبتهم في سؤال واحد. اتفضل فندم. جيب لي كده. في الأول بالنسبة لنفقات الزوجة، ليها ثلاث أنواع من النفقات: نفقة زوجية، نفقة عدة طلاق، نفقة متعة. والأولاد ليهم نفقة برضه. نشوف نفقة الزوجية اللي هي نصت عليها المادة الأولى من القانون سالف الذكر، وبتقول
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت إليه نفسها ولو حكما، حتى لو كانت موسرة أو غنية أو مختلفة معه في الدين. لها برضه نفقة. نعم. بتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغيرها ممن يقضي به الشرع. النفقة لغويا هي الإخراج. نقول إيه مثلا؟ نفقة الدابة من صاحبها، أي خرجت من صاحبها يا إما بالموت يا إما بالبيع. نعم. أما اصطلاحيا فهي ما تحتاجه الزوجة في معيشتها من مسكن ومأكل وملبس وغير ذلك. نعم. يبقى شروط النفقة إن يكون في عقد زواج صحيح أول. نعم. كل حاجة، مش عقد زواج فاسد. نمرة 2، إن تكون الزوجة صالحة للقيام بالمهام التي من أجلها تزوجها الزوج. نعم. يعني مثلا ما تكونش صغيرة. طيب إيه ولو سلمت نفسها إليه ولو حكما؟ إيه حكما؟ ألف تزوج به بعقد زواج صحيح، به اللي الزوجة قالت له يا فلان عايز انتقل لمسكن الزوجية، الزوج رفض ينقلها لمسكن الزوجية لسه ما خلصوش. نعم. لها نفقة وهي بيت أبوها. نعم. الزوج تزوج واحدة ولم يعطيها مقدم المهر أو الصداق بتاعتها، هي رفضت تنتقل لمسكن الزوجية، لها نفقة. طيب. لأن الامتناع ده مش بسببها هي، ده بسبب الزوج. طيب. هل يجوز إن أنا مثلا أو مثلا مثال كزوجة ترفع دعوة نفقة على زوجها وهم متزوجين مفيش انفصال؟ إزاي بقى مجلس الشورى؟ إذا كان عناصر النفقة مأكل وملبس ومسكن فممكن وهي في منزل الزوجية وزوجها ما ينفقش عليها، ما بيصرفش عليها. تمام. يبقى هنا بترفع دعوة نفقة مأكل وملبس وعلاج. وعلاج. نعم. ما تطلبش مسكن. بقول للزوجات اكتبوا ممنوع ترفعي دعوة نفقة لمدة سنة سابقة نهايتها تاريخ رفع الدعوة. نعم. طيب سيادة المستشار، هناك ما يسمى بحجية أحكام النفقة، يعني إيه؟ يا أستاذ محمد، الحجية دي جاية في قانون الإثبات. نعم. للمواد المدنية والتجارية. مثلا أنا والأستاذ محمد رفعنا دعوة على بعضينا منازعة في دين أو في ميراث، وحكم يا إما لحضرتك يا إما ليا أنا. نعم. والحكم أصبح بات نهائي، ما يجوش لا ليا ولا لحضرتك نرفع دعوى عن نفس هي مرة الموضوع واحدة وخلاص. مرة تاني. طيب هي مرة واحدة وخلاص. حكم هذا حجية الأمر المقضي به. نعم تمام. ما عدا الأحوال الشخصية ينفع أقدم أكثر حجيتها من مؤقتة لأن قابلة للتبديل والتغيير. يعني زوجة رفعت على زوجها دعوى نفقة. نعم. بعد فترة يحق للزوجة ترفع دعوى بزيادة نفقة. ليه؟ ممكن يكون مرتب زوجها او دخل زوجها زاد والاسعار غليت. الاسعار برافو عليك. نعم. الاسعار غليت. نعم. ممكن الزوج يرفع دعوى تخفيض نفقه الاسعار نزلت، هو بقي فقير مش لاقي ياكل معدم، فمن حقه انه يرفع دعوى تخفيض نفقه. تخفيض نفقه. ولكن كلمه من خلال منبركم هذا بقول لاي ست وبترفعي دعوى، يا ست الكل اجراءات الدعوى ممكن تطيل والقانون اعطاك الحق انك انت ترفعي الدعوة وتطلبي من القاضي تقدير نفقة مؤقتة. نعم. حتى يصدر حكم في الدعوة، والقاضي بيصدر خلال اسبوعين بس من وقت قيام الدعوة. من وقت نعم. بحكم بان يؤدي الزوج لزوجته مبلغ وقدره كذا نفقة مؤقتة. الحكم ده غير مسبب، لا في محضر الجلسة بيكتبه القاضي، غير مسبب وبينفذ بالقوة الجبرية. نعم. على طول. وبعد صدور الحكم النهائي في دعوى النفقة من حق الزوج ان هو يعمل مقاصة بين ما أديه من نفقة مؤقتة وبين اللي حكم به القاضي. لو النفقة اللي حكم بها القاضي أقل من النفقة المؤقتة تمام يخصم اللي سدده بالزيادة. لو أزيد الزوجة الطالب بالزيادة. طيب ست المستشار، هناك ما يسمى النفقات لا تبرأ إلا بالسداد. أحياناً بيحدث تلاعب من قبل الزوج
ومحامي الزوج وبيعملوا عقود سوريه. انت متحامل على الزوج ليه؟ ثواني بس. لا احنا يعني منصفين جدا يعني. احيانا بيحدث تلاعب وده بنشوفه وفي حالات كتير جدا يعني. بيحدث تلاعب من قبل الزوج ومحامي الزوج. بيعمل عقود سوريه ان هو ما حلتوش اي حاجه وباع كل حاجه. حتى لو المحكمه تفضلت مشكوره وادت نفقه للزوجه والابناء، الزوج بيبتدي يدي شهر شهرين وبعد كده اخبط راسك في الحيط. بدليل اننا بنشوف امهات مطلقات هم واهليهم اللي بيصرفوا على اولادهم ومصاريف مدارس ولادهم. رأي المستشار مجدي حلمي في هذا الموضوع. ماشي معالي المذيع اللامع. في حاجتين، اولا بالنسبه للتلاعب في احكام حديثه صدرت بتقول ايه؟ يعني ممكن الزوج يلجأ لقروض. نعم. يقول ان انا كاهلي محمل بقروض. نعم. واحكام حديثه صدرت في القضاء ان القروض دي استفاد منها الزوج فيعتبر زياده في دخله. تمام. زياده في دخله. تمام. يدي القاضي مبلغ نفقه ازيد. نعم. انا هنا هو في الحاله اللي حضرتك عرضتها ان هي الزوجه اخذت حكم ومش قادره تنفذه. نعم. خلاص. في طريقين ليها، اولا ممكن تروح بنك نصر الاجتماعي، وبنك نصر الاجتماعي بيديها مبلغ النفقه شهريا. بيتعامل هو مع الزوج. وهو بيرجع للزوج. طب كويس. تمام. عشان نمرة اتنين ممكن ترفع عليه دعوة حبس متجمد نفقة. متجمد نفقة. نعم. بيجي القاضي بعد ما يشوف مقدرة الزوج بيدي حكمه حبس ما يزيدش عن 30 يوم. والمبلغ ما يسقطش، يبقى قاعد هو هو، حتى لو الزوج اتحبس. نعم. المبلغ ما يسقطش. نعم. قاعد هو هو، وبعد كده الزوج ممكن يتوقع الحبس بالسداد. طيب ازاي بقى بيتم تحديد النفقة؟ ازاي بيتم تحديد دي امر متروك لقاضي الموضوع، ولكن حتى لو كان الزوج معدم مفيش حاجه خالص. نعم. لازم يدي حكم بما يكفي حاله الزوجه من مسكن ومأكل وملبس، ده لازم يعني امر مفروغ منه. تمام. وطبعا الزوجه معاها محامي. نعم. طيب احنا معانا مداخله يا جماعه، معانا الاستاذ مدحت ويلسون. اهلا بيك يا استاذ مدحت. مساء الخير يا استاذ محمد، كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير وامن وامان، وحضرتك بالف صحه وخير، وعلى القياده وعلى ضيفك الجميل الاستاذ مجدي حلمي. شكرا. استاذنا واستاذ القانون، واحنا لينا الشرف بمعرفته. الاستاذ مجدي حلمي قيمه جميله جدا واخلاقيا. نعم. نعم. اعلك وبمس على فطر الاعداد والناس الموجوده خلف الكاميرات والمعده والمصور وكل اللي نعم. القائمين على نعم. هذا البرنامج الجميل. ربنا يخليك. اسمك حد. اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. سياده المستشار معانا النهارده، وهو اعلن الحلقه الماضيه ان هو تبنى القضيه بتاعتك. ده شيء جميل من استاذ مجدي حلمي، وهو راجل خير لكل شيء. نعم. وخبر خبر للاستاذ مجدي حلمي ان هو على ضوء الكلام اللي هو حكاه من الصيغه القانونيه والصيغه الفعليه في القضيه بتاعته اللي طرحها. نعم. الاب والام قرروا ان يهربوا من مصر ويسافروا على الولايات المتحده الامريكيه. نعم. ابونا على ما معلومه ان احنا وصلنا الى الحقيقه، ابونا مخيل مخيل اسمه على قسيمه الجواز. استاذ مدحت بلاش يعني، اتمنى ان احنا ما نقولش اسماء او ما نذكرش اسماء. ما فيش. تمام؟ ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. بس احنا عرضنا عليهم على جسيمه الجواز، وصارت مشكله كبيره في الكنيسه المصريه. نعم. بين تردد ان ازاي يجوز واحده متجوزه او هي ست على علاقه جنسيه برجل اخر او بالمحامي اللي كان مكلف بالدفاع عني. نعم. وده اثار مشكله كبيره داخل الكنيسه، والكنيسه مش قادره ترد حتى الان. لم يرد قداسه البابا بطرودوس او مسؤول عن الكنيسه او الانبا مكارش في المنيا او اي صيغه اي جهه قانونيه من الكنيسه ترد بالفعل على الوثائق والمستندات. طيب والدليل ان الوثائق والمستندات دي سليمه بنسبه 100%. القضيه شخصيه. السؤال ان انا بطرحه للاستاذ مجدي حلمي. نعم. نعم. بسال الاستاذ مجدي حلمي، احنا الوقت في رأي الكنيسة، انا بأسأل في الرأي القانوني. انا اتعرضت لجريمة قتل داخل السجن، ومعايا ما يثبت ذلك من اخطاء محاميين متعمدين. نعم. تقارير طبية، اصابة في عنق، كسر في الرقبة، ومحتاج عمليتين جراحيتين في فقرات الظهر وفقرات العنقية. نعم. ومعايا ما يثبت ذلك بتقارير صحيحة من مستشفى السجن. نعم. او مستشفى امريكية.
وده اصرح بيه سواء الامن العام او اداره السجن نعم ان انا محتاج عمليتين جراحيتين. الوقت ايه الشق القانوني يا استاذ مجدي حلمي؟ ان انا اقدم دعوه ضد الخارجيه الامريكيه او السفاره بصفه ضد، مش ضد الدوله نفسها، ضد الاشخاص اللي هم ضربوني داخل السجن بالتقارير الطبيه، لان سلامتي في السجن ملزومه من الدوله نفسها وسلامتي في السجن ملزومه من طيب. الاداره هو مصلحه السجون. استاذ مجدي هرد على حضرتك يا استاذ مدحت، اتفضل يا استاذ مدحت. بص يا استاذ مدحت، حضرتك كلمتني من كام يوم وقلت لك انا نازل البلد ليك مخصوص وهقعد معاك. اي قضايا شخصيه مش برد عليها عن طريق البرنامج او على الهواء مباشره، لكن انا يمكن انا قلت لك تواصلت مع زملاء برضو من المنيا تاني هيقف عشان خاطر لو في جلسه ما حضرتهاش انا هم هيحضروا فيها. هو جاي لك وانا قلت لك ان في بطلان عقد زواجك التاني بطلان مطلق لانه لا يجوز زواج على زواج قائم ولا تصريح ولا تعريض. اما بالنسبه للحاجه فهم. الشخصيه دي انا نازل المنيا يوم 2/1 وهقابلك يا استاذ مدحت، لأن ما اقدرش ارد على حاجه شخصيه على الهوا على طول. بشكرك، لكن اطمئن. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مدحت ويلسون، كنت معنا على الهاتف تحت امر. اتفضل سياده المستشار، تكلمنا او تحدثنا في موضوع الرؤيه والحضانه والنفقه، نتحدث الان عن موضوع النشوذ. هناك ايه في القران الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وانظر الى العظام كيف ننشذها اي نرفعها. إذا تحدثنا عن النشوذ فله أكثر من معنى، من خلال ثقافة المتواضعة أعلم أن هو الارتفاع أو العلو أو الامتناع عن الذوق. حتى الفقهاء كان لهم كلام كبير جدا في تعريف موضوع النشوذ، وكلها أعتقد أنها تعريف متقاربة من بعضها البعض، تصل بنا في الأخير إلى أن النشوذ هو امتناع الزوجة عن زوجها والخروج عن طاعته. لكن لو تركنا النتيجة لوهلة وتحدثنا عن الأسباب، من وجهة نظر حضرتك وخبرتك الكبيرة، ما هي الأسباب التي تؤدي بنشوذ الزوجة عن زوجها وامتناعه عن زوجها؟ الأسباب دي يمكن الناس اللي دارسين سيكولوجي أو علم الاجتماع أو علم النفس ممكن يكون أقدر مني أنا، ولكن حسب ما بسمعه من الموكلين تدخل أهل الزوجين. تدخل أهل الزوجين ده حاجة اجتماعية مش قانونية، لكن تدخل أهل الزوجين. طيب والزوجة نعم اتفضل. لو جينا نتكلم بقى عن العقوبة، عقوبة الزوجة الناشذ في ماشي. القانون المصري ماشي. القانون رسم حاجة معينة لإثبات نشوذ الزوجة، نعم، إن الزوج بيعمل لها إنذار طاعة، ولو عدى على إنذار الطاعة 30 يوم والزوجة ما اعترضتش عليه أصبحت ناشذ والزوج بيتحصل على حكم نشوذ. لو اعترضت عليه خلال ال 30 يوم من وقت علمها بإنذار الطاعة في أحد أمرين، إذا أثبتت إن الزوج غير أمين على نفسها وما لها ودائما التعدى عليها والمحكمة كونت عقيدتها بعدم أمانة الزوج هترفض الاعتداد بإنذار الطاعة. لو المحكمة أثبتت ثبت لديها إن الزوج أمين عليها نفسا ومالا إذن بيلزم الزوجه بالدخول في طاعه زوجها، ما نفذتش اصبحت ناشذه. يعني لو رفضت انذار الطاعه تقع تحت مسمى الزوجه الناشذه. هنا هو بتسقط حقوقها الزوجيه. نعم. ولذلك يمكن قلت لي بره سؤال مهم جدا يا استاذ محمد. نعم. ان في زوجات مش بيستلموا انذار الطاعه. بيرفضوا يستلموا انذار الطاعه. فعلا. والمحضر لو كتب رفضت استلام انذار الطاعه. باي باي ناشز، لان مش هتطعن عليه خلال ال 30 يوم. نعم. طيب سياده المستشار، في مغالطات كبيره جدا بنشوفها حول موضوع الزوجه الناشز. في ناس بتقول لا ده بتقعد 5 سنين ما تتجوز، لا ده ما تاخدش نفقه. رد حضرتك على الموضوع ده ايه؟ حضرتك رديت في مغالطات، اعطيتني الاجابه. ما بتاخدش نفقه. في مغالطات، ما بتاخدش نفقه. نفقه، في نفقه الخطوبه. طيب لو عوزنا يعني لو احتاجنا نعرف مسكن الطاعه في الحكم القانوني، مسكن الطاعه، مسكن او كما بيطلقوا عليه مسكن الشارعين، هو ان يكون مسكن مستقل نعم تامن فيه الزوجه على نفسها ومالها ولا يساكنها احد في هذا المسكن. نعم. يعني ما يقيمش معاها لا اهل ولا الزوج ولا الزوج. اهل الزوجه. نعم. خلاص. والمحكمة لازم تتبين من ويكون بين جيران صالحين، ما يجيبلهاش في جبل. نعم.
مسكن في جبل ويقول ده مسكن طاعة ومستوفي فيه مرافق الشرعية والحمام والمطبخ والصالة. هتقعد في جبل ما ينفعش. نعم. فلازم يكون بين جيران مؤمنين مسالمين تأمن فيه الزوج على نفسها وعلى مالها. طيب. أعزائي المشاهدين، جات لنا أيضا استغاثة من أهلنا في قرية أشليمة التابعة لمركز إيتاي محافظة البحيرة بخصوص حالة مرضية بتعيشها حنان محمود يوسف خليف. حنان بتعاني من مرض في الدم يطلق عليه هيموفيليا، وده بدأ مع حنان من سن 5 سنين وهي حاليا طالبة جامعية، يعني عاشت فترة تعليمها كله بتعاني من هذا المرض. وللأسف الشديد النوع ده من المرض بيدخل المريضة في أزمات بتحتاج فيها الحالة لنقل بلازما، وبالتالي بتحتاج إلى دخولها المستشفى، علما بأن المريضة أيضا تعالج على نفقة التأمين الصحي الخاص بالجامعة التابعة لها. والمشكلة هنا أيضا أن والد المريضة بيعاني من روتين قاتل أثناء تلك الأزمات، لدرجة أنه بيشوف بنته تكاد تفارق الحياة وهو لا يستطيع فعل أي شيء. طيب إحنا معنا الأستاذ محمود يوسف على التليفون. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك يا سيدي. ألف سلامة على حنان. الله يسلمك يا أستاذ محمد. الله يسلمك. كلمنا أو عرفني آخر مرة دخلت فيها المستشفى، إيه اللي قابلك؟ إيه الصعوبات اللي قابلتك؟ أنا بنعاني مشكلة كبيرة الأول يا أستاذ محمد، كبيرة كبيرة كبيرة. أنا بنتي ماتت قدامي 3 مرات في 14 الشهر اللي احنا فيه دي، كنت دخلت مستشفى دمنهور التعليمي. نعم. بنت عندها حالة هيموفيليا في الدم. لازم نعم. تاخد بلازما وكرايو. نعم. البنت طلع لها كيس على المبيض الايمن. نعم. وكان قبل كده طلع لها مرة وانفجر. نعم. فالبنت ما لحقوهاش ممكن تضيع مني. نعم. بقيت نستغيث بالدكاترة. البنت وجعت مرة واثنين، وما الدم في الاخر انا بقيت اشتري دم بالليل ومانش لاقي نشتري دم، لان الدم الكيس ب 60 جنيه، وانا طبعا مطلوب لها 7 اكياس في اليوم، 1 بلازما و6 كرايو. والبنت كان لها كراسه تعاقد، هي كانت بتتعالج على حساب التامين الصحي. نعم. لغايه ما خلصت الثانوي. نعم. دخلت كليه، بقى في تعاقد مع الكليات، فانا طبعا عشت ان يصرف لبنتي دم، قالوا لي هات ورقه من الكليه، رحت الكليه عشان نجيب ورقه. نعم. قالوا احنا ما بنعالجوش الوحده العلاجيه في دمنهور اللي تبع كليه الاداب، قالوا احنا ما بنعالجوش جسم نسي، مش متعاقدين مع جسم نسي. نعم. طيب انا بنتي تعبانه نسي وهي محتاجه بلازما، حاله ثلاسيميا محتاجه بلازما. نعم. قالوا احنا ما لناش دعوه، نجي لها من نسي واحنا ندوك. قلت له بنتي محجوزه في نسي، علاجها نسي. طيب لو حبيت استاذ محمود تناشد حد دلوقتي، تناشد مين؟ نناشد وزير الصحه. انا عايز بنتي تتعالج، انا عايز بنتي تتعالج على حساب الدوله زي ما كانت بتتعالج على حساب التامين الصحي. لما انا يبقى معمول تعاقد مع الكليات على علاج الطالبات، يبقى تتعالج في جسم نسي، في جسم بطنه، في بنك دم. انا قلت له انا الافاده قعدت معايا 4 ايام، لا نعم. دور راضيين يمضوها ولا دور راضيين ياخدوها. نعم. طيب انا بضم صوتي لصوتك استاذ محمود لسرعه التدخل لحل ومساعده حنان محمود يوسف. بناشد وزيره الصحه ووكيل وزاره الصحه بالبحيره دكتور محمود طلحه. انا في الختام بشكر معاليك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني وكانت حلقه ممتعه على المستوى الشخصي. شكرا استاذ محمد، كل الشكر لحضرتك وللمخرج وكل القائمين على البرنامج دوت، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى باذن الله في الفتره ان شاء الله باذن واحد. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم بنكمل بعض، استنونا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد. السلام عليكم.